انت عندك مصطفى شوبير والمستوى الخيالي اللي ظهر بيه، الصدة الخيالية اللي صدها مصطفى شوبير. فانت كأهلاوي تبقى قاعد مطمن ان انا عندي الحارس الاول في مصر محمد الشناوي، وانت قاعد بقى كأهلاوي تبقى مطمن على مستقبل حراسة النادي الاهلي ومنتخب مصر. فبالتالي تبقى قاعد مبسوط ان انا عندي محمد الشناوي بقيمته الكبيرة جدا اللي هتفضل دايما موجودة، بالمناسبة موجودة. محمد الشناوي ده اسم كبير جدا جدا في الملعب، سواء رقم واحد في مصر ورقم واحد في النادي الاهلي، منتخب مصر والنادي الاهلي. هل حد عنده شك في كده؟ لا، ما حدش عنده شك في كده. ولكن لما تبص لشوبير واللي بيعمله شوبير هتعرف قد ايه ان انت عندنا مستقبل حراسة مرمى رائع. ايضا على الجانب الاخر، عودة قوية جدا 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 لواحد من اهم مواهب كرة القدم، واللي دايما بتكلم معاه انا شخصيا، انا بحب احمد عبد القادر، فبتكلم معاه كتير جدا لما بروح التمرين. من اكتر الناس اللي انا بتكلم معاهم احمد عبد القادر، والحمد لله الحمد لله انا مقتنع بهذا النجم، هذا اللاعب الكبير. بشوفه ان هو واحد لو ركز في الكرة وجدد تعاقده مع النادي الاهلي الفترة القادمة، اعتقد ان احمد نفسيا هيستريح وهيروح لمكانه تانية خالص، لانه هو كان يعني مش المفروض ان انا اقول هذا الكلام، لكن هو كان زعلان مش عايز يلعب باي طريقه. فقلت له ما تقلقش، عندنا رجل عادل، عندنا مدير فني عادل، اتمرن كويس، موت نفسك في التمرين هتلاقي نفسك بتلعب. وده اللي حصل، ده اللي حصل. أول لما الراجل لقى إن أحمد عبد القادر بينفذ ما هو مطلوب منه، اتفضل وريني هتعمل إيه؟ هو ده أحمد عبد القادر كده عمل. لا لا، أحمد عبد القادر كده ما وصلش. أنا بقول لحضراتكم أحمد عبد القادر بالمستوى اللي ظهر بيه، سواء في النصف الثاني اللي نزل فيه في الشوط الثاني في مباراة الزمالك أو في هذه المباراة، بس أنا بقول لحضراتكم إن أحمد عنده أفضل من كده بكتير جدا كمان. شوف بقى أنت تخيل نفسك أحمد عبد القادر ده هيبقى عامل إزاي أكتر وأكتر خلال الفترة اللي جاية. أسامة أبو علي اللي أنا بعتبره واحد من أهم مكاسب خط هجوم النادي الأهلي خلال الفترة السابقة أو خلال الفترة اللي جاية كمان، إن شاء الله تلاقوا مهاجم محترم في هجوم النادي الأهلي زيه، زي مودست، زي كهربا، زي بقية اللاعبين اللي موجودين. الحمد لله بشكل عام هي مواجهة طيبة على المستوى الدفاعي والمستوى الهجومي، ولكن احذروا، وهذه الكلمة يجب أن تصل للاعيبة النادي الأهلي، احذروا من هذه المباراة، احذروا من حاجة اسمها التعادل السلبي، احذروا من هذا الفخ. إن شاء الله تعاملنا بشكل جيد في الشوط الأول، إن شاء الله الشوط الثاني في القاهرة يوم الجمعة، ربنا يكرمنا ونستطيع أن نفوز في هذه المباراة.